البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا كيف شفتوا معنا الدرس السابق على التوب بنفس القواعد وبنفس المعلومات اللي حطيت لكم في الدرس السابق. اذا نمشيو للتطبيق على التوب. اذا البنات، هذا هو الباترون ديالي، لكن الاختلاف اللي كاين وهو انني خديت هنا طول الكم الحقيقي، يعني كله خديت طول الكم اللي هو 60 زائد نصف الكتاف اللي هو 20، يعني عطاتني 80 زائد 2 سنتيم، يعني 82 عندي من عبار الرقبه للخلف، يعني هذا هو الخلف. ولكن حنا غادي نشوفوا، لان الثوب ما فيهش 80 في العرض، غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا في الباترون ديالنا. المهم هو اننا طبقنا القاعده في الباترون والتكمله، ربما نزيدوها ربما ما نزيدوهاش، ربما نديروها قصيره. لكن هنا ضروري ان باش نشير الانتباه ان عبار رقبه الخلف ماشي 8، هو 7 في عبار رقبه الخلف. فردوا بالكم الاخوات، وما نساوش اننا راه درنا الطول ديالكم كامل، لان هذا غير الباترون. بالنسبه للامام كذلك اختينا نفس القاعده. وكيف كتشوفوا معنا هنا، خدينا الشكل ديالنا ديال الضرس كيف حطيناه هنا. بالنسبه للباترون حيت قصير الطول، خدينا غير الطول ديال الباترون، ولكن غنديروا التكمله ديال الطول فوق الثوب. اللي مهم عندنا هو اننا طبقنا القواعد، بقى لينا غير الطول. نتابعوا هذه النقطه، هذه كثير من الاخوات كيجيبوها حتى لهنا، ولكن انا كنقول لكم الدوره كتجي حد هنا عند هذا 4 سنتيم ولا 3 سنتيم. واضح البنات؟ اذا هذا هو الامام ديالي اللي كتشوفوا فيه هنا البنات. كيف كتشوفوا معايا هذه البطانة اللي خديناها على عبار هذا الدورة، هذه بالسنتيمترات، يعني ما زدنا عليها ما نقصنا. هذا عبار خدينا، شوفوا كيفاش جات البطانة، يعني هذا عبار ديالها وتا هي غنطولوها فوق الثوب. اذا هذه البطانة اللي غادي نفصلوها كذلك. إذا البنات كيف كتشوفوا معايا، انا حطيت في هذه البوزيسيون، حطيت الخلف ديالي، الخلف ديالي حطيته، ولكن دائما كيف قلت لكم وكيف تعودنا، لان راه الكمام، لان هذا ما نساوش ان فيه متر ونص، يعني هنا تقريبا ها هي 75 سنتيم، 75 سنتيم في الكثير من التواب، في الكثير من التواب. اذا هنا كيف كنشوفوا الكمام ما غيكفيوناش، هادشي كله غادي يتزاد. ولكن قبل ما نقطع، علاش انا تعمدت انني ندير الباترون، لانني انا قبل ما نقطع وقبل ما نشوف واش مكفيني ولا ما مكفينيش، خاصني نعرف شحال نقص من الكمام. ولكن حتى نحط الامام ديالي، الامام ديالي اللي هو باقي ما وصلت ليه، حنا غادي نشوفه. هنا الباترون ديالنا قصير، خاصني ضروري نلعب وندير ونحدد، الا بغيت نقول خصني نحدد الطول ديالي الكافي، ان هاد العبايه عندها تقريبا الطول هو متر وخمسين، يعني الطول حد هنا، ها هو الطول ديالي، طول متر وخمسين. واضح كيف كتشوفوا معايا، ها هو الطول متر وخمسين. حنا بالنسبه للباترون كان قصير، خليناه حد هنا، ولكن ها الطول ديالي غيكون حتى لهنا. بالنسبه للامام، بالنسبة للأمام غادي نجر لكم شوية باش يبان لكم. والمعلومة أخرى شنو هو، هو أنني درت الثوب على وجهه، لأن ظهره شوية فيه النوار والطبلة في النوار، بغيت باش يبان لكم أكثر. إذا هنا عندي الطول متر وخمسين، خصني نلعب ونحدد معايا هاد متر وخمسين، ها هي متر وخمسين هنا. الغريب واللي غادي يجيكم نتوما، ربما غادي يجيكم شويه ماشي هو داك ولا غادي يبان لكم، وهو ان هنا شوفوا شحال بقى لي تاع الكمام، يعني ما بقاش لي بزاف، تقريبا واحد 10 سنتيم. لكن هنا على قلت لكم انا قبل ما نقطع الخلف حتى نحط الامام ديالي، الامام ديالي انا غادي نحدد الطول ديالي اللي هو هذا ديال الخلف، ولكن الامام ديالي شوفوا زايد فيه العرض، زيد فيه هاد البلاصه هادي ديال الكول، يعني عطاتني العرض كثير. اول حاجه غادي نشوف من هنا، من هنا هذيك متر وخمسين فين غتديني، هي فين غنحط الامام ديالي، مفهوم؟ هي فين غنحط الامام ديالي، يعني الامام تقريبا غادي نطلعو حتى لهنا،
مفهوم؟ ها هو الامام ديالي. هنا تيبان لي راهم ما تلاقاوش، ولكن شوفوا هنا الامام راه مازال خارج، يعني الامام ديالي خصني مازال نزيد ندخله، مفهوم؟ ما ننساوش هنا صاحبة هاد العباية راه ما بغاتش الايفازي كثير، بغاتو دغوات، ولكن الا كان الايفازي كثير غادي تلاقاو ليا هنا، لان هذا غادي يولي جاي هنا والاخر خصو يجي هنا، اذا غادي تلاقاو ليا في العرض. علاش؟ لان تزادني هنا هاد الدوره ديال الكون، غادي تلاقاو ليا في جلال. اذا هنا نقدر ناخذ الثوب يكون سامبل ونفصلو بالتنكيس بالتنكيس، وهو انني عوض ما نفصل الثوب على الطول كنفصلو على العرض، مفهوم؟ وباش تزيدوا تفهموا اكثر، حنا ما خاسرين حتى حاجه، انا غادي ندير هاد الثوب بالتنكيس، عندي 3 متر غنديرها بالتنكيس باش تشوفوا اشنو غادي ندير. هنا البنات كيف كتشوفوا معايا درت الثوب بالتنكيس، الثوب بالتنكيس هو فيه 3 متر، عطاني هنا 1.50 متر على 1.50 متر، يعني هنا عندي الكافي. اذا هنا نقدر ندير الخلف ديالي بهذه الطريقه ونكمل الطول هكا. اذا هنا الطول عندي حدو 1.50 متر، شفتوا؟ يعني هنا ممكن انني نخدم بجميع الطرق، لاننا فيه تنكيس، نقدر ندير هكا وندير هكا، ومازال نخدم هنا البطانه ديالي، ولكن يعني كيبقى داكشي اختياري، وماشي التواب كلهم كيعطوك تنكيس، كاين التوب اللي ممكن تخدمي تنكيس، وكاين التوب اللي ما يمكنلكش تخدمي تنكيس. اذا التنكيس هو هذا البنات، يعني الطول ماشي هو اللي كنخدمو عليه، تنخدمو عليه هو بالعرض، يعني كنشدو التوب عوض ما نتنيوه بالطول كنتنيوه بالعرض وتنخدمو. هنا الخلف غنحطوه في الجهة المسدودة، والأمام نحطوه وناخدو الطول الكافي ديالنا. إذا هنا حنا غادي نفصلو بالتنكيس، غادي نفصلو بالتنكيس بطريقة، وغادي يعطينا الكمام طوالين كيف كتشوفوا معانا، يعني عندكم مطوالين. من هنا خدينا الكمام ديالنا وخدينا الطول، حنا كملناه الطول، حنا كملناه البنات، نتوما غادي تشوفوا معايا. يعني كيف كتشوفوا احنا كملنا الخلف ديالنا، انا غادي نحيدو ناخذو الامام. الامام ديالنا تابعوا معنا الان، ما نتابعونا ماشي كلشي التواب غادي يجيوكم بالكيس، كاين التواب اللي ما يقدروش ديروا بالكيس، كل واحد على حساب الثوب اللي عنده. واضح هانتوما؟ هذا خاصو يكون هكا، علاش؟ باش ناخذ الطول الكل اللي خديت في الامام في الخلف، عفوا ها هو الطول كلكم. هنا مازال غنزيد شويه، لان هنا غادي تلقى ليا، غادي نزيد هنا وغادي نحط باش يعطيني الطول الكلي، واضح؟ اذا هنا غادي نهبط هذا، مادام عندي الخطوطه غنهبط هذا دروات هنا، وهذا غنهبطو حتى لهنا، مفهوم؟ اذا هنا هانتوما شوفوا معايا ها هو كيبان لي هنا، يعني كيف حطنا في الدرس. هنا غادي نحيدو هاد الشيء اللي زايد عندنا باش يمشي مقاد هنا. التنكيس كما كنقولوا دائما فيه شويه ديال ضياع الثوب،
كيتعبتو خصوصا الا كان زياده، ولكن ما عندناش الاختيار لان ما عندناش اختيار، لان ضروري خصنا نديرو تنكيس، ولكن ماشي ضروري. كاين الثوب اللي ما غاديش يعطيني تنكيس، كاين الثوب اللي ما غاديش يعطيني تنكيس. هنا شفتوا، هنا ضروري ندير كرانه، ضروري ندير كرانه. علاش؟ لان هذا هو اللي غادي يدور وغادي يعطيني هذه الطريقه ديال الكور. اذا هذا هو الامل ديالي، ها هو غادي نحيدو حتى هو، وغادي نشوفو دابا الان بقات لينا البطانه ديالنا اللي هي هذه البطانه ديالنا. نشوفوها حتى هي بنفس الطول، بنفس من هنا مادام نرى الخطوط كلهم مقادين، واضح ها هما مقادين الخطوط. اذا هنا البطانه ديالنا غادي نديرو لها هكا، لان انا خديت الطول كامل من الفوق لتحت، شفتوا. اذا هذه هي البطانه ديالي. فيها الغي كيساعدك باش كتغطي القاعده. كان هذه هي البطانه ديالنا. اذا البنات كيف كتشوفوا معنا، احنا حطينا غير حطينا، باقي ما ركبت لي لا بطانه لا والو، ولكن نقدروا هذيك البطانه نقدروا ناخذوا ثوب سامبل في هذا البوردو هذا، ولا البيج ولا النوار، ويكون هو البطانه ديالو باش يبان، ونقدروا نديروه حتى في ليمونش، نديروه حتى في ليمونش هنايا ممكن، كيبقى اختيار ديالكم البنات. يعني الكول كيف كتشوفوا الخلف ديالنا هذا غنديروا ليه البطانه ديالو بوحدو، هذا شفتوا ها هي عبر رقبه الخلف غنديروا ليها البطانه ديالها بوحدها، ولكن بالنسبه للامام راه عنده البطانه ديالو كيف كتشوفوا. اذا هذا هو الموديل ديالنا اللي خدمناه ودرنا ليه الدرس والتطبيق على الباترون كيف شفتوا، هو هذا. وهذه قد ما بغينا نكبروها ممكن اننا نكبروها اكثر، ولكن انا جو بريفير يعني من الاحسن في هذا الثوب هذا ندير ليها تبطين في الثوب سامبل باش تعطي جماليه اكثر. اذا تحيه لكم البنات، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، نتمنى انكم يكون عجبكم الموديل. شكرا لكم، ما تنساوش التعاليق، ما تنساوش لي جيم، وما تنساوش تحطوا لي لي موديل ديالكم اللي بغيتو. هنا هاد 4 سنتيم كيف شفتوا راها محطوطه 4 على 4 اللي كتهبط هكا مقاده باش نديرو فيها، الا بغينا لي بوطون ممكن اننا نديرو لي بوطون من هنا. اذا تحيه لكم البنات، تحيه لكل الاخوات اللي كيتبعونا، شكرا لكم وتحيه للجميع.